هنعمل دلوقتي مع بعض سلطة اسمها قالب التونة بالبطاطس. شوف نعملها مع بعض ازاي. هنجيب قالب حلو زي ده كده على شكل قلب، اللهم صل على النبي. وعندنا بطاطس مسلوقة. نشوف المقادير يا شباب. المقادير على الشاشة بعد إذن حضراتكم، أنا آسف. مقادير قالب البطاطس بالتونة، المقادير على الشاشة. قالب على شكل قلب، بنهديه لكل السادة المشاهدين، بنحبكم. معانا جزر مبشور، معانا بطاطس مهروسة مسلوكة مسبقا بالقشرة بتاعتها، بعد ما بردت شلنا القشرة وهرسناها، دي البطاطس. ومعانا تونة أهي، حطها هنا علشان تشوفها حضراتكم. ومعانا بقدونس، ومعانا بصل مفروم ناعم، ومعانا عصير ليمون، ومعانا زيت زيتون. حلو الكلام؟ معانا من الطايم قد ايه يا مخرجنا يا جميل؟ حبيب والديك. حلو الكلام. هناخد البطاطس دي كده، ننزل بقى هنا ادلعها بقى. حلو؟ دلعها يعني ايه يا شيف؟ هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. هنحط عليها شويه بقدونس حلوين. حلو الكلام؟ انا حطيت ايه دلوقتي على البطاطس؟ حطيت عليها بقدونس، شويه زيت زيتون، فص ثوم ناعم، عصرة ليمون، هيئتها. لما تيجي تسوي البطاطس دي لاولادك وعلى مسؤوليتي انا، البطاطس ما بتخنش خالص، خلي بالك، غنيه بالكربوهيدرات والنشويات، واحنا عارفين الرياضيين والاطفال يحبوا الكربوهيدرات عشان بيبذلوا مجهود وعندهم طاقه، فاكلهم بطاطس وبلاش المتحمره يا امي يا خالتي يا كل ام عندك طفل، خففي من قلي البطاطس لاولادك. انا بحبها كده اهي زي الفل. هعمل ايه دلوقتي؟ زي ما هي كده اهو، باخد ده كده واحطه هنا في القلب. ليه القلب ده كده؟ هجيبه كده هنا. حلو معانا اهو زي الفل، تمام اهو. دي بطاطس زي الفل اهي، وبطاطس وتونه بس هنقدمها بشكل جديد. حلو، نجيب جرجير، اللهم صل على النبي. هنربط الجرجير بالبطاطس والتونه عشان في اطفال مش بيحبوا الجرجير، نقوم نعمل لهم كمين. حلو الكلام. الكمين ده ايه بقى؟ هيلاقوا جرجير، بعد ما ياكلوا ويستطعموا هيقولوا يا ماما تسلم ايديك. انا سبت السلطه للاخر عشان اعملها بمزاج ونشتغل فيها على قد الوقت بتاعنا. يعني لو قلت لي الحلقه خلصت هتلاقيني قفلت طبق السلطه ده، لو قلت لي معاك ساعه هتلاقيني شغال في طبق السلطه ده، لو قلت لي معاك 20 دقيقه هتلاقيني شغال في طبق السلطه ده. يعني عايز اوصل معلومه للساده المشاهدين، طبق السلطه لوحه فنيه، طول ما احنا معانا وقت ومعانا خيال ومعانا انسجام احنا بنضيف فيه الوان وبنضيف فيه مشاعر وبنضيف فيه انسانيات لطيفه جميله جدا. على فكره شفت انا عملت ايه؟ يا مزاجك يا شيف. شفتي بعمل ببني هرم من القلب. ما بينهم جزر وجرجير، وحطيت الجزر مع الجرجير اللي هي مغازي. الجرجير بطبيعته في حموضة شوية وسبايس شوية، هو ده كده ربنا خلقه كده. فأنا حطيت الجرجير كمادة سكرية لطيف وجميل عشان الأطفال ياكلوا من السلطة دي كده، لأن الحلقة دي أنا بهديها للأطفال اللي بيمتحنوا، وعشان كده هنعيدها يوم الجمعة إن شاء الله. شفت أنا بعمل إيه؟ بسويها كده. فين التونة يا مغازي؟ اصبر على رزقك. بسويها كده تمام. هاخد التونه اللي عندنا دي كده، دي تونه اهي، هنعمل فيها ايه؟ هنضيف لها اللمسات السحريه. دي تونه انا خدتها زي ما هي كده في البوله اهي، صف الزيت منها، سنه شبت صغيره بتديها طعم، شويه مايونيز مع التونه بتديها طعم. حلو الكلام اهو، وسنه جرجير كده حلوه، ونقلبها مع بعض كده اهو بالشكل ده كده. دي تونة، عصرة ليمون، بلاش تحط زيت لأن هي بتبقى فيها زيت. هناخد التونة زي ما هي كده اهي اهي اهي. يا ويلي ايه الصورة الحلوة دي كده، الله على الإخراج والأساتذة المصورين حبايب. اهي التونة اهي، تنزل في قلب القالب. عملتها قبل كده لأولادك ديت؟ والله إذا أنت عملتيها تبقى أنت أشطر مني، ما عملتهاش جربيها. في ديمقراطيه هنا. عملتيها انت احسن مني، سبقتيني يعني من الاخر. ما عملتهاش اعمليها لاولادك النهارده. عينيا يا غالي، انا خلصت خلاص. انا بضيق، انا قلت لك ايه يا غالي؟ قلت لك لو قلت لي معاك ساعه هتلاقيني شغال في طبق السلطه ده، معاك يوم هتلاقيني شغال فيه، لوحه فنيه.
انا ممكن ارسم عليها اسم دلوقتي، خلي بالك. اه معانا وقت، قلت لي لم الدنيا هتلاقيني خلاص انا قفلت الحلقه. اه هناخد بطاطس زي دي كده ونحطها على الوش كده رقه صغيره جدا، اه يبان خيال التونه من تحت. اه خالص، اه شكل جمالي كده. اه وهغرفها في طبق دلوقتي على شكل قلب، كاني بعمل كيكه يعني. اه بالاسبانيولا دي كده وانا شغال. اه اقول لكم المخرج قال ايه؟ والله العظيم على السوشيال ميديا هتبهدلوا الدنيا. انتوا عارفين بيقول لي تدخلها النار؟ تخش النار يا ويلي. انت مكانك الاخراج بس، تكلمش بس، اخراج ببخت المدام بيك، هتاكل كل حاجه حلوه تسلم ايدك يا مدام. الراجل اللي بيفهم في المطبخ واللي فاهم في تفاصيل المطبخ واللي بيتابع الشيف المغازي، خلي بالك ده بيخاف منه. ليه بقى؟ مش اي حاجه ياكلها. ياني هشيل ده كده ونحط ده هنا ونوسع الدنيا دي من هنا علشان نشوف الصورة حلوة. حلو. المخرج بيقول لي نحطها في النار. لو سمعك الأستاذ أحمد عوض دلوقتي مش هيخليك تخرج بعد كده. لا مش بسيح والله، أصل السؤال بيقول لي نحطها يعني أنا حاطط جرجير وجزر وتونه وبطاطس، بس هتحط في النار ليه؟ قول لي انت بس. خلاص يا عم انا اهو، بص يا باشا بعد الحلقه هيحلى الكلام. هنشيل القالب ده كده. اهو اهو، ايه الجمال ده؟ اهو هو ده. ايه ده؟ لا جيب لي التفاصيل بقى، العب في حتتك بقى اخراجيا بقى، جيبها لي من الجنب من الزاويه اللي انت حاببها. شوف تفاصيل الجزر مع الجرجير، شوف التونه، شوف البطاطس شكلها متغير. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ هقدمها كده زي الفل.